مدينة تدمر 29 رمضان، قامت عصابات الأمن الإجرامية بتكسير قبور الشهداء. وهذه الصور، المخربون كسروا قبور شهدائنا لأنهم طلبوا الكرامة. الشهيد نورس فريد الحافظ، الشهيدة هيا غسان الزعبي، الشهيد خالد غصاب لعنزي عشيرة لعنزي، الشهيد عمر قاسم الجبارة. تخريب قبور الشهداء إهانة لكرامة كل ثائر في هذه البلاد وغيرها. هؤلاء لا يعرفون إلا التخريب والقتل. وهذه مخبرة تدمر. قلعة تدمر الأثرية.